بعد أن رفعت شعار حل المجلس التأسيسي وحل الحكومة في وقت سابق، رفعت جبهة الإنقاذ الوطني بصفاقس أمس شعارات أخرى في مسيرة سلمية انطلقت من أمام بلدية صفاقس نحو مقر الولاية، تطالب برحيل والي صفاقس وتعبر عن رفضها لكل تعيينات الحكومة. كما رفعت المسيرة عدة شعارات ومطالب أخرى. الخروج في المسيرة هذه كان مبرمج في إطار أسبوع الرحيل ضد التعيينات الحزبية اللي عينتها النهضة، والمسيرة هذه بالذات للتعيين الأخير اللي عينه رئيس الحكومة مهدي العريض. كل الأحزاب المنتمية إلى جبهة الإنقاذ الوطني وكل الجمعيات المدنية المنتمية إلى جبهة الإنقاذ الوطني تشارك اليوم في هذه المسيرة وفي هذه الوقفة الاحتجاجية السلمية للمطالبة برحيل والي صفاقس المعين في تاريخ انطلاق حملة رحل. دونك النشاط نتاعنا هذايا يتنزل في إطار التأكيد على ضرورة إقالة كل المسؤولين اللي مبثقوا على كل ما تعلق بعملية التنصيب على الولاء الحزبي وليس على الكفاءة ولا على التوافق. وفي نفس الإطار المسيرة هذه عندها هدف آخر وهو ضد العدوان اللي بس ضد برمجته من الدوائر الإمبريالية من الأمريكان والفرنسيين ضد أشقائنا في سوريا، ونعتبره اللي الحرب اللي بس ضد المزعومة ضد السوريين ما هيش الهدف منها الدفاع عن حرية الشعب السوري بقدر منها الهدف أهداف استعمارية وأهداف معنى استيطانية من أجل فرض الاستعمار على الشعب السوري وقبر القضية الفلسطينية بتنفيس العدو والكيان الاستيطاني الصهيوني أنذاك. المطلب الأساسي متاعها هي يعني حل الحكومة هذه، استقالة الحكومة هذه وتعويضها بحكومة حكومة إنقاذ وطني، حكومة تكون محايدة لهي معاك ولهي معنا. مسيرة ضمت نوابا من حركة نداء تونس، رغم موقف مؤسسها الباجي قيد السبسي، موقف وإن كان شخصيا لا يمثل الحزب مثلما ادعى صاحبه، إلا أنه يطرح العديد من التساؤلات أهمها مصير تونس في خضم هذه التجاذبات الحزبية. هو وقت اللي عبر قال أنا هذا موقفي الشخصي، أنتو كأسبوع الرحيل متبنيته جبهة الإنقاذ، وجبهة الإنقاذ اللي هي مش متكونة كان من نداء تونس وإنما من جبهة شعبية والاتحاد من أجل تونس وعديد الأحزاب والجمعيات، وكما تلاحظ معناها جبهة الإنقاذ راهي مازالت موحدة، وجبهة الإنقاذ نعتبرها هي صمام الأمان اليوم لإنقاذ البلاد من الأزمة، ومهما حوكت من مناورات الأكيد باش نبقوا موحدين وموحدين لأنه هذاك هو الرأس المال الحقيقي لإنقاذ البلاد من الأزمة اليوم. السؤال يمكن أن يوجهه للأستاذ الباجي قايد السبسي، لكن بالنسبة لنا احنا في جبهة الإنقاذ الوطني بصفاقس كل مكونات الجبهة بما في ذلك من ينتمون إلى حزب الأستاذ الباجي قايد السبسي بما في ذلك النواب المنسحبون النواب المنسحبين من جهة صفاقس واللي ينتميوا إلى حزبها موجودين إلى جانبنا، هذا هو موقف جبهة الإنقاذ الوطني. ونحب نذكر وأن الأستاذ باجي قايد السبسي عبر عن تمسكه بجبهة الإنقاذ الوطني وبمقررات جبهة الإنقاذ الوطني وبالمهام التي طرحتها على نفسها جبهة الإنقاذ الوطني. بالنسبة لنا احنا شيخ الحركة راشد الغنوشي وحركة النهضة بصفة عامة والحكومة ترفض الاستجابة لمطالب المعارضة وترفض الاستجابة لمطالب الشعب التونسي وترفض ترفض الحوار، وإنما الحوار اللي تدعو له هو حوار فيه إضاعة الوقت للشعب التونسي وفيه مضيعة للشعب التونسي. بالنسبة لنا احنا إعلان حلان الحكومة وإعلان تأسيس حكومة جديدة حكومة إنقاذ تكون متطوعة وحكومة لا يتجاوز عددها 15 هو الشرط الرئيسي للحوار، ما عندناش نية لإقصاء حركة النهضة ولا غير حركة النهضة، أما الشرط الرئيسي للحوار هو أعلان حلان حكومة الترويكا بيس الثانية. رغم مبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والتي قبل بها رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، إلا أن ذلك لم يخلق طمأنة في صفوف جبهة الإنقاذ الوطني التي واصلت رفع شعار ارحل، وضع حتم على بلادنا مزيدا من الضبابية في انتظار حلول جذرية قد تأتي وقد لا تأتي.